كده يا اصحابي ابقى خلصتي معاكم الرز بلبن اللي في الفرن اهو، بعد ما طلع بعد ما حطيت عليه القشطه وطلعته، وده الرز ابو لبن اللي هو بجوز الهند والزبيب. ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعمل لي لايك وتكتب لي كومنت في التعليقات. ويا رب تكون الطريقه عجبتكم، وباي باي. معاكم مطبخ اكلات ماما وشيمو واولادها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم طريقة الرز بلبن، بس دي مش طريقتي، دي طريقة ماما انا عندها النهاردة، وحبيت ان انا اعمل لكم الرز بلبن على طريقتها. هتعجبكم جدا لانه عامل زي بتاع المحلات بالظبط. فياريت لو الطريقة عجبتكم تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملي لايك، ولو في اي تعليق ممكن تكتبوا لي في الكومنتات من تحت. اول حاجة هنحتاج كوباية رز، 3 معالق كريم شانتيه، 3 معالق لبن بودرة، 3 معالق نشا، 3 معالق جوزة الهند، قشطة، فانيليا، وكيلو ونص لبن. على النار انا حاطة معاكم اهو يا اصحابي، حاطة المية بتغلي، حاطة كوبايتين مية بيغلوا على النار. اول ما المية هتغلي، هي بدأت هتغلي هي، هغسل الرز هحطه هنا في المصفى واغسله، هحطه في المصفى وهغسله وهنزل بيه على المية. خليكم معايا عشان اقول لكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو يا اصحابي، انا غسلت الرز وحطيته وهنسيبه هنا دلوقتي يستوي لحد ما يدخل في السوا ويستوي، هنزل عليه باللبن. خليكم معايا عشان اوريكم كل التكات اللي هتتعمل عشان تاكلوا رز بلبن زي بتاع المحلات بالظبط. ورجعت معاكم تاني بعد ما السكر الرز اهو يا حبايبي استوى، اهو بقى مستوي، هنزل عليه بقى باللبن اهو معاكو اهو. هننزل عليه باللبن كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر، اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي نزلت عليه باللبن اهو. وهحط السكر، السكر بقى على حسب ما انتم بتحبوه، في ناس بيحبوه مسكر، في ناس بيحبوه سكره خفيف، فعلى حسب السكر ده حسب ما انت بتحبيه، يعني حطي السكر على حسب ما انت بتحبي. هحط السكر معاكم اهو، وانتم بقى على حسب ما انتم بتحبوا السكر هتحطوا. بعد ما حطيت السكر خلاص اهو على الرز وعلى اللبن، حطيتهم مع بعض هنا على النار اهو، السكر واللبن والرز، هسيبهم مع بعض شويه وهاجي هنا بقى بصوا لحد ما يغلي. هناخد هنا بقى مع اللي هو الثلاث معالق كريم شانتيه، هنزل بيهم هنا في البوله دي اهو، وهناخد اللبن بودره، احنا قلنا ثلاث معالق لبن بودره اهو، و ثلاث معالق جوزة الهند، ثلاث معالق النشا، دي يا جماعة الخلطة السرية. وهنزل عليهم هنا هم اهو. على فكرة جوزة الهند يا حبايبي ممكن تحطيها في الخلطة وممكن تحطيها مع اللبن، يعني براحتك على حسب ما انت بتحبي، في ناس بتحطها زي كده وفي ناس بتحطها في اللبن، ماشي. وهنزل عليهم بكوباية مية اهو، وهتبداي بقى تقلبيها، تقلبي كل المكونات دي كده مع بعض. خلي بالكم انا لسه سايبه القشطه اهي، لسه سايباها علشان هحطها، بس هحطها في الاخر بعد ما احط الخلطه السريه دي اهي. تبداي تقلبيها كويس. الكريم شانتيه بيخلي الرز ابو لبن خفيف جدا جدا جدا، ومع اللبن البودره طبعا بيبقى تحفه، وجوزة الهند هيديكوا طعم جميل، جربوها وان شاء الله هيعجبكوا. وبرده اكتبوا لي في التعليقات الطريقه لو عجباكوا، يا رب لو الطريقه عجبتكوا تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من اكل ماما. اهو اول ما اللبن هيغلي هنزل عليها بالخلطه دي اهو، زي ما انتم شايفين نسينا نحط ذرة فانيليا اهو، هتحطي برضو الفانيليا ذرة صغيرة فانيليا اهي عشان تديها ريحة اهو، اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي.
اقلبه فيها جامد كده اهو يا حبايبي. كده اهو اللبن بدا يغلي زي ما انتم شايفين معايا اهو. اهو اللبن بدا يغلي، هبدا انزل عليه بقى بالخلطه السحريه. طبعا ايد بتقلب وايد بتنزل عشان ما يكلكعش منك اهو. خليكم معايا ثانيه واحده، ثواني هظبط لكم الكاميرا اهو عشان انزل بيها على طول. اهو بصي يا حبايبي، ايد بتنزل وايد بتقلب اهو معاك اهو، خطوه بخطوه اهو 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 اهو. بصي يا حبايبي، انا هحط شويه جوز الهندي كمان اهو تاني عشان برضو يديله طعم وريحه، يبقى القوام بتاعه جميل. وطبعا لسه القشطه احنا قلنا ان احنا نحطها في الاخر اهي، معلقتين قشطه اهم حطيهم في قلبين يدوبوا معاه. وطبعا مش هتطفي عليه على طول، لازم تستني لما ريحته تطلع كده ويستوي ويبقى حلو ويلف على بعضه، بس اهم حاجه ايدك تفضل فيه كده عشان ما يكلكعش منك. خليكم معايا علشان هوريكوا اجمل طبق رز بلبن معايا، هيعجبكم جدا جدا جدا، خليكم معايا. وبكده يا صحابي اهو الرز بلبن عملته معاكم زي ما انتم شايفين وخلصته، وده زوقته حطيت عليه جوز الهند وزبيب اهو، وده حطيته بقى في طبق مفضل لان ماما بيحبوا اللي هو بالزبيب وجوز الهند، احنا ما بنحبوش صراحه بجوز الهند وبالزبيب، فماما حطت لنا على وشه قشطه. عندي الاولاد بيحبوه رز بلبن في الفرن، فحطيت لي على وشه اهو قشطه زي ما انتم شايفين اهو بالطريقه دي. وهولع الشوايه وهحطه تحت الشوايه 5 دقايق يا دوب وشه يشمع يدي لون، وبعد كده هطلعه وهتشوفوه، ويا رب يعجبكم ويا رب الطريقه تكون عجبتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده يا اصحابي خلصت معاكم الرز بلبن اهون، وصبيته في الكاسات وحطيت عليه جوز الهند وزبيب زي ما انتم شايفين. انا عندي الاولاد ما بيحبوش زبيب وجوز الهند، فهم بيحبوه رز بلبن في الفرن زي بتاع المحلات بالظبط. حطيت على وشه قشطه زي ما انتم شايفين كده اهو، وهدخله الفرن، ولعت الشوايه وهسيبه تحت الشوايه يا دوب ياخد اللون، وهطلعه تاني تشوفوه، ويا رب تكون الطريقه عجبتكم. ولو هي عجبتكم تعملوا لي اشتراك ولايك وتكتبوا لي كومنت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده يا اصحابي ابقى خلصت معاكم الرز بلبن اللي في الفرن اهو، بعد ما طلع بعد ما حطيت عليه القشطه وطلعته، وده الرز ابو لبن اللي هو بجوز الهند والزبيب. ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعمل لي لايك وتكتب لي كومنت في التعليقات، ويا رب تكون الطريقه عجبتكم. وباي باي، معاكم مطبخ اكلات ماما وشيمو واولادها.